أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: الإنسان المسلم الميت الذي كان في حياته يغتاب بعض الناس ولم يتحلل منهم في الدنيا، هل ثمة عمل يفعله أبناؤه لرفع ذنب الغيبة؟ الغيبة لا ترفع إلا بمسامحة أهلها، فبإمكان ورثة هذا الميت أن يطلبوا من اغتابهم أو ظلمهم أن يسامحوه، هذا الذي في استطاعتهم. نعم.